خالد الهيل اللي هو المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية قال انه يوم 14/9/2017 في لندن هيكون فيه مؤتمر عالمي، مؤتمر دولي لدراسة ومراجعة الأزمة القطرية. الناس الأوروبيين خايفين، بيقولوا في استثمارات ضخمة لدول الخليج، وفي عايزين نبدأ نعرف الأزمة ونشوف المشكلة ونشوف، عايزين نقف على حقيقة ما يجري في قطر. خالد الهيل هو المتحدث الرسمي باسم المعارضة بيقول احنا حريصون على الحضور والمشاركة، فهذا سيكون أهم مؤتمر حول الأزمة. ده هيبقى يوم 14/9/2017. تخيلوا عدد سكان قطر قد إيه؟ 300,000 ولا 200,000؟ النهارده بيعلنوا انهم 4 مليون. يبقى دولة من المرتزقة شارين ناس عشان يبقوا جنسية قطرية، سواء بنغال ولا من هنا ولا من هنا من هنا. النهارده اعلنوا انهم 4 مليون، وقطر بشكل عام لا تزيد على 2 مليون، لكن اصل القطريين ما يجوش اكتر من 300 واحد. اذا هي دولة من المرتزقة على القطريين ان هم يستيقظوا من تميم بيضيع البلد اصبحت محتلة.